الحديث مع الروح القدس. تابع الأب سيرافيم: عندما ينحدر الروح القدس ويملأ النفس بوفرة حضوره، نختبر هذا الفرح الذي وصفه المسيح، الفرح الذي لا يستطيع العالم أن يأخذه منا. إن الفرح الذي تشعر به الآن في قلبك ليس بشيء إذا ما قورنا بذاك الفرح الذي يصفه بولس الرسول، الذي ما رأته عين ولا سمعت به أذن ولا خطر على قلب بشر ما أعده الله للذين يحبونه. كورنثوس الأولى 2:9. تعطى لنا للتو ثمار هذا الفرح الأولى، وإذا ما كانت نفوسنا تمتلئ الآن بسعادة عذبة كهذه، فأي كلمات بإمكانها أن تعبر عن الفرح المهيئ في السماوات للمحزونين هنا أسفل؟ وأنت يا صديق الله عندك حزن في حياتك أيضا، فانظر بفرح كم يعزيك الله في هذا العالم. هل تشعر بشيء آخر يا صديقي؟ أشعر بدفء محير. دفء؟ ماذا تقول يا صديقي؟ فنحن في أعماق الغابة في قلب الشتاء، والثلج حول أقدامنا ويتساقط على ملابسنا، فكيف تشعر بالدفء؟ إنه الدفء الذي يشعر به المرء في الحمام الساخن الساونا. هل شممت سابقا رائحة مثل هذه التي تشتمها الآن؟ لا، لا شيء على الأرض يقارن بهذه الرائحة، ما من عطر على الأرض يشابه هذا العطر. قال الأب سيرافيم مبتسما: اعلم فالأمر معي كذلك، أنا أسألك فقط لكي أكشف ما تكتشفه. إنه لصحيح في الحقيقة يا صديق الله أن ما من شذا على الأرض يقارن بهذا العبير، لأنه يأتي من الروح القدس. على فكرة، لقد قلت لي إنك تشعر بالدفء كما لو أنك في الحمام، لكن انظر، فالثلج الذي يتساقط لا يذوب لا علي ولا عليك. هذا ما يدفعنا الروح القدس لكي نطلبه من الله عندما نصرخ إليه: أشعل فينا نار الروح القدس. بهذا الدفء لا يخاف النساك شقاء الشتاء وقسوته، فهو يحميهم كما لو أنهم يلبسون منتية، وهي رداء الأسقف أو الراهب الليتورجي. النعمة التي حاكها الروح القدس لهم، هذا ما يجب أن يكون. إن النعمة الإلهية تأتي لتقيم في قلوبنا، في داخلنا. ألم يقل الرب: ملكوت الله في داخلكم؟ لوقا 17:21. الملكوت هو نعمة الروح القدس المقيم فينا، والمدفئ والمنير إيانا، والمالئ الهواء بهذا الأريج، والمبهج إيانا بعطره، والمفرح قلوبنا بسعادة لا توصف. في هذه اللحظة نحن مع الذين قال الرب عنهم إنهم لا يذوقون الموت قبل أن يروا ملكوت الله آتيا بقوة، لوقا 9:27، وأيضا مرقس 9:1. تعلم الآن يا عزيزي ماذا يعني أن تكون في ملء الروح القدس كما كتب مكاريوس الكبير. إنه كما لو أنني مغلف بما ينسكب علي من الروح القدس. بهذا نحن ممتلئون اليوم على الرغم من عدم استحقاقنا. يا صديق الله، لا أعتقد بأنك ستسأل مرة أخرى كيف نعرف حضور الروح القدس. ثمن ذكر هذا الكشف الذي أعطاك إياه الله بلطفه ومحبته، اللذين لا يسبر غورهما بزيارته لك اليوم. فأجبت: يا أبتي،
أنا لست متأكداً من أن الرب سيمكنني من الاحتفاظ بتذكر رحمته المحيا هذه إلى الأبد، لأنني غير مستحق بالمرة. فأجاب الأب: أنا متأكد جداً من أن الله سوف يساعدك على تذكر هذه اللحظات إلى الأبد، وإلا لما كان بطيبته قد سارع هكذا إلى إجابة صلاة سيرافيم المسكين. بالإضافة إلى أن هذا الكشف لم يعطى لك لأجلك أنت فقط، بل إلى العالم كله بواسطتك. لذلك تأكد من أنك بنعمة الله ستضعه في خدمة قريبك. كوني راهباً وكونك علمانياً لا يشكل أي فرق. الإيمان الحق بالله وبابنه الوحيد المعتبر في عيني الله، ولأجل هذا أعطي الروح القدس لنا. يطلب الرب قلوباً عامرة بالمحبة له وللقريب، والقلب هو العرش الذي يجلس عليه الله ويكشف نفسه في ملء مجده. يا بني أعطني قلبك، يقول سفر الأمثال 23:26، لأن الله يبني ملكوته في القلب. حسناً إذن يا صديق الله، الآن قد نلت امتياز الحظوة التي منحت لك، فأخبر بها الذين يطلبون الخلاص ويسعون إليه. الحصاد كثير وأما الفعلة فقليلون، متى 9:37، لوقا 10:2. نحن مدعوون إلى عمل الله، وقد أرسل لنا عطايا النعمة ومواهبها لنتمكن من القيام بعمله. فإننا بمساعدتنا لقريبنا بالدخول إلى الملكوت نحقق لله الثمار التي حصدناها. فلنتبع مثال الخدام الأمناء الذين جلبوا لسيدهم ضعف ما تلقوه منه. الرب قريب من جميع الأمناء والمحبين له من كل قلوبهم، وهو يستجيب لصلوات العلمانيين تماماً كما يستجيب لصلوات الرهبان. كلاهما يعيش في الإيمان، ولو كان هذا الإيمان ليس أكبر من حبة الخردل. نعم، فهو يؤهل كليهما الرهبان والعلمانيين لصعود الجبال، لأن كل شيء مستطاع للمؤمن، مرقس 9:23. لذلك يا صديق الله، فأنت ستكون قادرا على الحصول من الله على كل ما تطلبه منه، أكان لمجد الله أو لمنفعة قريبك. إضافة إلى أنك تعلم جيدا أن ما تطلبه من أجل منفعة القريب يرتد لمجده تعالى، كما يقول هو متى 25:40. والآن وقد قلت لك كل شيء وأريتك ما هو الله بواسطة تأمل سيرافيم المسكين الذي تضرع إلى الرب ليكشف لك، فاذهب بسلام، وليكن الرب ووالدته الكلية القداسة معك الآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. لم تغب الرؤية من اللحظة التي بدأ وجه الأب سيرافيم يمتلئ بالنور، فقد بقي ستارتس في الوضع ذاته الذي كان عليه في بدء حديثنا، واستمر هذا النور الذي لا يوصف مشعا طوال وقت تكلمه. حضرت ذاتي لأقسم على حقيقة هذه الكلمات. هذه رواية إحدى الأحداث العظيمة من حياة الأب سيرافيم، وهي الرسالة الأهم التي تركها لنا. فعالية المعمودية التي تمكننا من أن نولد بالروح القدس ونحيا به، هذه هي العقيدة ذاتها التي نجدها عند القديس غريغوريوس السينائي 1255-1346. فالحياة الروحية بحسب هذا القديس تتكون من إعادة اكتشاف طاقة المعمودية ومشاهدة نورها.
والصلاة هي الطريق الأقصر للحصول على هذه الحياة. ينشأ من هذا الاكتشاف حس بالملء واتقاد يسعد الروح ويلهم النفس بحب لا يوصف لله والبشر. يعتبر القديس سمعان اللاهوتي الجديد أن تأثيرات المعمودية تتحقق بالفعل عندما تجعل نعمة المعمودية الضمير واعيا لحضور الروح القدس في النفس ويمكنها من مشاهدة نور مجد الله. يصف القديس سمعان تحت اسم مستعار الرؤية التي شاهدها في إحدى الليالي فيما كان يصلي مستدعيا اسم يسوع هكذا: انحدر عليه شعاع إلهي ساطع نزل من فوق وملأ كل الغرفة وذاب كليا في النور الإلهي، وبدا له أنه أصبح نورا ونسي العالم كله. غير أن اختطاف القديس سمعان يختلف عن الظاهرة التي وصفها موتوفيلوف، بمعنى أنه لا هو ولا ستارتس بديا في حالة النشوة لأنهما كانا واعيين لمحيطهما. يختصر ما حدث للأب سيرافيم بكلمات بولس الرسول: إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. كورنثوس الثاني 5:17. إن انكشاف حضور الله بين البشر وفيهم في يوم العنصرة بانحدار الروح القدس يوضح ذاته يوميا في الحياة البشرية في المسيح. عندما ألح ستارتس على موتوفيلوف لكي يحفظ ذكر هذا الحدث حيا وحيويا، أرسله إلى العالم ليشهد لهذه الحياة الجديدة المتعطفة على البشر في الروح القدس. جدير بالملاحظة أن كلمات الأب سيرافيم مؤسسة بالكلية على تفسير المقاطع الكتابية التي تلاها. في تفسير مثل العذار العشر يبدو أنه يتبع فكر القديس مكاريوس في عظته الرابعة، فيرى أن السرج نعمة الروح القدس التي كانت ناقصة عند العذار الجاهلات. جاء في شرح القديس مكاريوس أن هذه النعمة تجعل الطبيعة البشرية قادرة على التغلب على كثافة البدن لكي تعيد ولادته وتتخطى حدوده في طلبها الكنز الذي لا ثمن له، الذي هو محبة الروح القدس. بالطريقة ذاتها يتبع الأب سيرافيم القديس مكاريوس باعتماده صورة التجارة رمز النفس البشرية التي عليها أن تحصل على ميراثها السماوي بالوسائل الأرضية. لقد درست هذه الحادثة الحاصلة في حياة القديس سيرافيم وفسرت بحق حتى أيامنا، ولا تزال تثير التعجب من الأمور المدهشة التي يحققها الرب في الذين يحبونه. مغادرة موتوفيلوف. قضى موتوفيلوف 8 شهور في العمل في إدارة جماعة ديفييفو بتوجيه الأب سيرافيم، وبفضل عنايته تمكنت أخوية الطاحونة الصغيرة من زيادة عدد هكتارات من حقول الذرة. بنى موتوفيلوف لنفسه بيتا في قرية ديفييفو، وغالبا ما كان يذهب من هناك إلى منسك ستارتس ليتحدث معه. لقد وحدتهما صداقة عظيمة. أعطى هذا الشاب الفائق الذكاء والمتميز بروحانيته النادرة ذاته ومن كل قلبه للأب سيرافيم، واعتاد أن يدعو نفسه خادم سيرافيم الوضيع. أرسل الأب سيرافيم في طلبه وحدثه طويلا عن كل ما يتعلق بجوانب ديفييفو،
وشرح له التفاصيل الصغرى مدخلا إياه في كل المخططات التي لم تتحقق بعد، ومصرحا له بأنه الرجل الذي اختارته والدة الله ليكون الأب الراعي للأخوية في المستقبل، لذلك سيقع على عاتقه حمل هذا العمل عندما لن يعود الأب سيرافيم موجودا في هذا العالم. ثم أرسل في طلب أختين ستلعبان دورا هاما لاحقا في حياة الدير من خلال شهادتيهما. أخذ الأب سيرافيم يديهما اليمنى ووضعها في يد موتوفيلوف مسلما إياه مستقبل الأخوية وقال: عليكما من الآن أن تعرضا له كل المشاكل من دون إخفاء أي شيء. ثم استدار نحو موتوفيلوف وتابع قائلا: سيأتي يوم حينما تكون أنت وميتشينكا مانتروف الشاهدين الوحيدين على ما حصل في ديفييفو. تماما وكما أوكل الأب باخوميوس وهو على سرير الموت العناية بأخوات ديفييفو إلى سيرافيم ابنه الروحي، هكذا بدوره أوكل الأب سيرافيم يتيماته الصغيرات إلى عناية تلميذه النقي موتوفيلوف. أما ذلك الشاب الذي لم يكن راهبا ولا إكليريكيا فحمل على عاتقه بسمو العمل الذي كرس له الأب سيرافيم القسم الأعظم من حياته. وعندما حان الوقت لكي يعود موتوفيلوف إلى واجباته الرسمية سمح له الأب سيرافيم بالذهاب. كان على موتوفيلوف أن يعود إلى ساروف أكثر من مرة قبل موت ستارتس، وقد أصيب مرة ثانية خلال صيف 1832 بمرض شديد، وكلمه الأب سيرافيم عن استعادة صحته، كما ذكره بأن خطيبته تنتظره في ديفييفو. كذلك كلمه عن الأحداث التي سوف تتم في روسيا، لكن موتوفيلوف للأسف لم يتابع طباعة نبوءات رجل الله. ثم أخبره بأن الوقت لن يسعف سيرافيم المسكين على شفائه، وإنما رئيس أساقفة فورنزا السيد أنطوني، وطلب من موتوفيلوف التوجه إليه مباشرة لأنها مشيئة الله. لقد عرف الأب أن نهايته قد اقتربت جدا، فأتمن ذلك الرجل القديس على إرشاد صديقه: صديق الله من الآن فصاعدا. منح الأب سيرافيم موتوفيلوف بركته وانفصلا، ولم يعد لا موتوفيلوف ولا مانتروف يريان الأب سيرافيم أباهما الروحية في هذه الحياة. دخل الأب سيرافيم الآن في وحدته النهائية وتحرر من كل الرباطات الأرضية، صار الله وحده وطنه.